أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نمضي ونتواصل معكم في صباح الشروق وإشراقات دائما جديدة وإطلالات جديدة عبر صباح الشروق. يمضي التواصل بيننا وبينكم دائما مشاهدينا الكرام، وكما تابعتم تجوان اليوم من لبب إلى بورسودان إلى نهر النيل، هذا هو حال الصباح دائما على مدى ساعتين يمتد التواصل بيننا وبينكم ويتواصل تجوانا. لكن دائما يا منذر للكلمات الجميلة والألحان العذبة أيضا، نعم. أدوار وهي موجودة بيننا وبين الكل في صباح الشروق، لكن نستمتع واحدنا الألحان دي. والله نستمتع نحن وكل المشاهدين وكل عشاق الموسيقى، أكيد نتابع لحن جميل ونرجع نتواصل معكم. الشيخ اللي زنجم على الشد جنح ريفوك بي وجهه جميل الشيخ.